مروان خليني ناخذ رايك. حكي احمد على بلادي، ظهر يلعب ضده وانت بلادي وتعرف، ويفرق ملاعب كيما هكا في الهجوم. اكيد اسلام، الحقيقه البلالي البارح اللي كانت تنقص الترجي عملاه، واللي هو كجوارك اللي يعمل ديفيرينس في الاكيب، ورينا اللي توجدوا بان نتاع نتاع كاليتي نتاع ملاعب يظل ما نقصش، خاطر ملاعب يبدا تكنيك مو قوي معناتها في اللاج نتاعو باش تلقاه معناتها موجود. ذاك اللي قام معناتها اللي صار البارح مع البلالي يظل قيمه ثابته. نعرفوا البلالي اليوم معناتها زايد في البوا برابور مش البلالي نتاع قبل، مي تبقى كذلك زايد في الميزان، موجود فما زايد في الميزان. ممكن البلالي كان جاي اكثر طايح في الميزان يعمل خير من هكاك، خاطر شاهدنا البلالي ذولي ممكن كونسيني نتاع المدرب، اللي خاطر البلالي ما شاهدناهوش في ريكوبيراسيون مع بن حميد. ذولي البلالي كي ضيع كره يقف مريناهوش، حتى ترجع بالستاتستيك تلقى البلالي ما عملش حتى خطوه لتالي من بعد ورا السونتر. ممكن مازال ماهوش حاضر فيزيكمون، مي ديما يقعد البلالي تكنيك ملاعبي برشا. بون على الماتش نتاع البارح، الحقيقه ماهوش الكاليبر اللي حاجه تبيه الاسبيرونس، مي تبارك فما حاجات ايجابيه اللي كانوا الترجي بارابور العمناوي اللي ذولي ساس لقى راحته مع البلايلي. رينا كيفاش ساس معناتها كاين ويلعب شيخ في الكوره مع البلايلي، كي تلقى زوز ملاعبيه هكاك يعطيوك الفارق كيما قلت لك بارابور العمناوي. مي تبقى الحاجه الخايبه اللي البارح كونوا كيفاش الحقيقه مع الفريق هذاك متواضع. ممكن اخيب حاجه اللي خرجت مباراه البارح اللي هي غلطه ميميش، الحقيقه الناس كل اللي تحكي عليها بون اسافوار معناتها الملاعب اليوم في تونس الاسلام راي الميديا قاعده تضر في برشا ملاعبيه. ملاعب صغير اليوم عطا سيزون صحيح برافو، قاعد ان شاء الله معناتها لونتوراج اللي بيه عنده بو يظل اليه بيه، متبقى الميديا نسيسوا شويه على الملاعبيه. راك شفت يامين يامار 16 سنه يظل من بعد كوب دوروب حتى حد توا يحكي عليه، خاطر علاش يقول لك مازال ما عطاه شيء. ان شاء الله يستفيد منها، خاطر اليوم برشا عباد تحكي يقول لك غلطه ما عادش باش يعاودها. اسافوار الملاعب كيفاش في مخه نهار اخر، راهو اليوم تنجم تنجح الغلطه هذه وتنجم راهي ما تنجحش. اسافوار راك شفت انت سيد قدبشي كي غلط ما سامحوش، سيد قدبشي كي غلط ما سامحوش. يظهر لي معناتها ان شاء الله نحن اليوم الحارس الاول نتاع المنتخب، ان شاء الله ما يعاودش يكررها، مستقبل مازال قدام ويحط ساقي على القاع، خاطر اليوم برشا عباد راهي انا نعرفه كملاعب وعشتهم التجارب هذيا، يسكر وذنيه ويخدم على روحه. اليوم راهي الميديا عادي يطلعك عادي تهبطك، ما يتبقى اليوم صحيح حتى راجي قام بانتدابات ما نجمش نقول جيده بارابور العمر اللي عمل اللي كيما نقولوا الاعمار اللي قامت بهم انتداب بارابور. اليوم تسمع الفريق ما نغزرش كبروجي سبورتيف، ديما الترجي كل عام تحب تجيب 10 ملاعبيه وهذا يضر ما تحب. هذا الانديه الكل مش كان الترجي. لا مش انديه الكل، اليوم الانديه الكل جاب 10. تحب تاخذ اليوم الانديه الكل جاب 10 و12. خليني نحكي لك حاجه سلام، كي تحب تاخذ اليوم نغزر فيزافي نتاعي النادي الافريقي مثلا. انا اليوم بارابور باحترامي تقول شكرت لك الملاعبي البلايلي ككاليتي تكنيك معناتها ملاعبي برشا، وشفنا الملاعبي في بارابور ثلاث سنين الاخرانيين كل جمعيه عادي فيها 6 اشهر. اسافوار مع الترجي كيفاش يولي اليوم كي نحكيو، انا اليوم كي نحل نلقى في تبارك الله معناتها من المطار وهو جاي سيكوريتي، تحل فيسبوك تلقى البلايلي، تحل فيسبوك إيه اسم كبير جاي لتونس. لا عاد العادي على ما عملوش العايد الحمروني هاك، شنو البلاي؟ عايد الحمروني جاي من ما قعدش في المولديه في المولديه. اعطيني نتسائلوا بارابور هاو نحكي لك شنو تتناقض مرة تقول ملاعبي كبير. لا كبروجي سبورتيف، كبروجي سبورتيف. سمعني هو يحكي على مدة العقد، يحكي على المدة نتاع العقد. اي ملاعبي كبير نحكي لك شكون ما تمشي له من المطار. انا قلت لك شنو تتصور معاك نحكيو نحن نحكي على بروجي سبورتيف. نحكيش اليوم باهي معاك باهي اليوم الترجي لو فرضنا ما تنسش الشامبيونز ليغ شنو ربحها من البلايلي؟ شنو ربحها من البلايلي؟ شنو اضافه كبيره هاك شوف شنو تستفاد منه الترجي؟ تستفاد منه في الماتشات قد قعدت تستفاد وكي ما تنجحش اليوم تهز الشامبيونز ليغ هكاك تعملها الجمعيات الكل روح على روحه هكاك الجمعيات الكل مش كاين انا بارابور انا مثلا بار اكزومبل ياخذ الخضراوي وتتفرجوا في الخضراوي باش يعمل كيما نقولوا باركون بتاع اسرار في جي صغير من النادي الافريقي باش يمشي يلعب بالبر. انا بيرسونيلمون باحتراماتي للترجي باش ما يقولوش كره ناخذ الخضراوي وما نجيبش البلايلي، علاش؟ هكا الخضراوي اربع اي بيان سور انا نربح منه كم لاعب. البلايلي جايب دو شامبيونز ليغ وحده ليسبيرونس. جايب دو شامبيونز ليغ والخضراوي ما لعبش حتى اشترى حاجة. مروان مروان انقذ الملاعبيه كلها نتاع الترجي الا البلايلي. اسمعني يصنع فارق لاعبي كاليتي كل جماعه كاليتي باش تحكي عليه. الترجي باش تعمل ديفيرونس معناتها. مروان اخترت الملاعب الغلط. مروان شاف
انا الفيزافي نتاعي نجيب الخضراوي ما نجيبش البلاي. تعرف الخضراوي بالبلاي يا وين خضراوي مش مش انا الخضراوي انا الخضراوي نستفيد منه كرويا. واليوم حتى في الاوروب اعطيني جمعيه اليوم في الاوروب عاوني يحكوا الناس الكل وكان لازم عاد تحب نجي البرنامج هذايا كانت تكذبوني. اعطيني فريق في الاوروب كيما الريال وكيما السيتي جابت عملت انتداب جوار فوق ال 20 سنه. السيتي جابت جوندوغان تو يا ودي اسمعني اعطيني تو اي تو تو جوندوغان اعطيني فوق ال 20 كي جوندوغان تحكي لي على اسم كبير انت عايش كبير حتى بلي اسم كبير في تونس اسم كبير اش بيه ما قعدتش في الجزائر باهي باهي علاه سيبته المولديه رجال ترجي خاطر يعني علاه سيبته هي مش سيبته هو مشى هو مشى هو مشى كانوا يحكيوا على صفقه البلاي مع مروان مروان مين نحكيوا باهي اسمعني كبروجي سبورتيف اليوم البلاي علاش معطيك على عام واثنين اما توفى كاريرو يعطي حتى خمسة سنين البلاي مش يحكي في البطولة بتاع تونس يلعب خمسة سنين حتى عام واثنين مش شوية اخوي اليوم شبيه ما تمتش استدعاوا للمنتخب المنتخب الجزائري طيب يرجع يرجع باهي سامحني في عام ما عندناش سيزون باهي في المبداية عملوا في الجزائر ما عندناش سيزون باهي عندناش سيزون كبير مش بيه سيمو مش متواجد في المنتخب الجزائري يا مروان خاطر عقلية اليوم ما عادش رسمع كي نحكيو على الشبان يا شبان انا حكيني على الشبان الفكرة بتاعك وسط خنكلمو قاعد تخلط في الامور بغداد بونجاح في المنتخب خنكلمو بغداد بونجاح البلايلي ما كانش المنتخب ما كانش يلعب معناها توجع يلعب في شفت البوازيت البلايلي شفتوا في البوازيت في البلايلي اليوم المنتخبات راهي قاعدة تلعب في الجو والله كونتر دي ولا برا حاسم مرة بوا ولا برا مش بعض مش بعض لا 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 انت لابروف مش قاعد يرجع يفك ومش قاعد يجري اليوم صحيح اسمع ساعات البوند بالك كونتونور عطيه دي كونسي يرجع ما حسيش بيه باش مش حاضر هذا فكري يا اسلام سامحني دقيقه برك انت اليوم الفريق الاسباني هاز كوب دوروب بزوز ملاعبيه ويليامس ويامين يامال زوز ملاعبيه هذايا ما تفوتش عمرهم 32 سنه في زوز معناتها نحكي وريال مدريد وريال مدريد هزتها بمودريتش وهزتها بتوني كروس ما هوش لوبير لا 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 نحكي لك نتكلم معاك اليوم الكره العصريه اليوم لي جو لي جو اعطيه فرصه لي جو اسمعني اسمعني شفت الملعب التونسي قديه دوري كيفاش جابوا اسمعني مروان معناها مش لوبير معناها فما تنجم انت من عمنا ولا رايك هذايا فما ملاعب كبير يعطيكم لاعب صغير يعطيك المهم شكون يعطيك انا ماشي مع الاستاذ خلينا نسمعوا الاستاذ ما